والد عثمان كيف كان تعامله؟ طبعا احنا ايضا نعزيكم قبل فترة انه توفى الوالد. نتحدث بهاي التفاصيل، كيف كان التعامل والد عثمان مع عثمان؟ انت كان حريص عليه كلش، ما يريده يشتغل، ما يريده هذه يعني، وما يريده يبقى بالشارع، يقول له طب لي البيت. كان هو يشتغل، يجي عليه حتى على الفرن يقول له لا تشتغل، ما كان يقبل. اي كان يعني مير شيف، مو قلت لك شيف يعني حرك، وهذه خاف عليه، كان يخاف عليه من اصدقاء السوء من الشارع، كان يخاف عليه. اي تمام. اتحدث ويا شقيقتي ايضا ست هند، حياك الله مره اخرى. حدثيني انت وعثمان كيف كنتوا؟ يعني قصدك من الطفوله؟ من الطفوله وتصرفاتكم، انت اكبر منا بالتاكيد. اي انا اكون 3 سنين. تمام. كيف كنتي انت وياه؟ عثمان كان عثمان اخ القاسي لو الصديق الانسان الاخ كل شيء. اكو مثل عندنا يقولون يعني روسيه هيك يقولون رواسيه رواسيه. اي اي فيعني دائما كنا نتعارك بلعب يعني، تعرف شلون؟ يعني ما حسيت انه يعني نتمالخ دائما اختلاف راي او شيء، ما اطفال صح مثل ما تعرف يعني. صح. اي ف بس حنين حنين كلش يعني، تدري انت كنا حصار و كان القص وغيره، كانت حسره على الشعب العراقي. صحيح. فهو كان مثل ما قالت الوالده كان يشتغل يم العلاج وغيره والقص وهاي، فكان يجيب اللفه مال القص يكذب علينا انا ووالدتي يقول انا اكلت، هو يقسمها بالنص، الي نص ولها نص. بس هو طلع كذب ما ماكل يعني، ويدير وجهه وينام من التعب. وهاي هو بعمره صغير. ها بعمره صغير. اي يعني هو هذا كان هيك يعني عثمان بالحنين بدرجه ما تنوصف يعني، مو بس حكوا لي انا اخويا. اها.